ما بيكس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا قناة جديدة. معنا فيديو جديد وتحدي جديد، إن شاء الله غادي يعجبكم. تابعوا معنا إن شاء الله. وديروا وفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد. مهم كما قلتكم غادي اليوم إن شاء الله نديروا تحدي جديد، تحدي ديال الألغاز، تكملة ديال التحدي الأول اللي دار ليه هشام ديال الألغاز. اليوم انا اللي غادي نعطي الالغاز وهو اللي غادي يلقى الحلول. وكما كتلاحظوا معايا انا راني وجدت هنايا الحكيم جوج حوايج. المره اللي فاتت بقات فيا الصراحه اللي ما درتلوش وجهه في الدقيق. المهم ها هو الدقيق راني وجدته انا، مانيش حافظ. وجدت واحد الحاجه، واحد الخلطه رائعه. يا تاني اش هذا؟ البصله والبصله. لا البصله والبصله لا دي ما دخلش معايا انا ما عنديش مع البصله. والله ما عندي مع البصله. لا انا ما شرب هذاك. لا 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 انا غير نضرب. لا غير صرب. لا ما نصرب. لا غير هذا الماء. انا ما عنديش الريحه بعدا تقالي في الملايا قلبي يطلع. المهم كما كتلاهدوا معايا ولادي راهم موجودين من الفار على حسب اللي واش نتوما غادي تشجعوني انا ولا تشجع باباكم؟ مهم السؤال الأول. السؤال الأول والله ماني حافظ. ما هو الشيء الذي يأكل ولا يشبع؟ فرقة ولادي يمكن. لا ريد أعطيني مهلة التفكير. عندك 3 سنوات مهلة التفكير. تبدل البطل. ما هو الشيء الذي يأكل؟ انا ما تجيبيش الالغاز تاع قديمه بزاف. انتوما عرفتوها؟ ويا ميمتي ويا ميمتي ما عرفتهاش والله ما عرفتهاش. ريدي 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 واحد قولي لي سهل. غادي نعطيك في الاول غير دقيق. عندنا غير دقيق هذا النهار هذا. دير هذا ولا ضيعت الموني ديك باطل. ضروري هنا. صبري صبري ما هو الشيء الذي ياكل ولا يشبع؟ واحد الحاجه تعيا ما تعطيها وما كتشبعش كتقول لك غير زيد. والله يحفظ ويستر. انا نعرف واحد الحاجه هي اللي تاكل ولا تشبع هي جهنم. حسبوها له صحيح نيشان. هل من مزيد راك قريبه. المهم مش ماشي هي ماشي هي راك قريبه بصح ما تمشيش بعيد. سنينه بزاف. النار نار نار النيف ديال الفيل. واش غادي يبقى يبان؟ السؤال اللي هذا مكتوب قال لك ماذا لو قطعنا خرطوم الفيل ما الذي سوف يظهر لنا؟ غادي يبانو نيابو. نحسبها صحيح؟ واش يبانو نيابو واش غادي يبانو؟ نحسبها صحيح؟ وإلا بغيت. غادي نقطعو له نيفو. واه. واش غادي يبان؟ يبانو نيابو اللي خارجين. غادي دير تختار دقيق ولا شريبه من هذا العصير؟ العصير المنعش. واش يبان واش يبان بعدا من مدة دقيق؟ غادي يبان الدم. اصاحبي دوك النياب اللي عندها. لا قطع لها اللي قطع لها النياب. قول هذاك النياب غادي يبان الدم. المهم غادي شوفي غادي صبري نشم هذا. صبري نشم هذا كدايا. والله ما لا 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 لا
هي ديري الماء كنديرش الماء. نبدلو؟ لا لا ديري الماء واه والله. اه خليه ندير الماء صبري انت. ها انت مراكشات؟ واه ندير كراسك انا؟ المهم خوتي خواتاتي هما راه غير شم الريحه ديال داك الكاس. ما كتبش عليكم هذاك الخليط. هذاك الخليط ما صيبش عليه. المهم راني بدلتو له بالماء راه غير شفني وصافي. ها هو الماء. الماء والدقيق ماذا تختار؟ غادي نبدا بالدقيق. اوه على ود الدراري عجبهم غير يشوفوا شكون باهم الدقيق. صافي يلا يلا زعم 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 ضحكوا يا الاسئله اللي وجدت 15 سؤال دابا فوتنا جوج ديال الاسئله سؤال جا صحيح وسؤال خطا حسبوا معايا السؤال الثالث الله يخلص سيرفيسنا على خير الحيوان حيوان لا يلد ولا يبيض فما هو حيوان لا يلد ولا يبيض خلينا نفكر عاوتاني باش تزرب عليا تزرب عليا حيوان لا يبيض البارح حيوان لا يلد ولا يبيض عندك 10 ديال الثواني واخا غير صبري لا 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 ستريس لا هكذا ما غاديش نجاوب غادي نبقى انا ما درتلهاش بحال هكا المره اللي فاتت عرفت لها تجاوب على خاطرها انا بغيت نركز في الاجوبه ديالي واخا ركز ركز ماشي مشكل هما هم كاتبين هنايا من هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض هو الحيوان الذكر احسن عنده جوج على واحد يعني شحال جوج صحيح واحد خطا سؤال الرابع قولي لهم راك كيما قلتي لي جيت كتحسب لهم راني نجاوب قلتي لي لا والله ما قلت هذا ما نقولها لهم بعدا باش يغلبني هاي معاي زين هذا السؤال سهل ما هو الشيء ان تم غليانه يجمد ما هو الشيء إن تم غليانه يجمد، إلى غليته يجمد. ما هو الشيء الذي إذا تم غليانه يجمد؟ لا 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 خليني نفكر. لا لا خليني نفكر لا. تعطل علينا، ما واش نبقاو نستناو حنا. لا 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 ماشي دارت لي لي باغازيت. زمرت لي وراه عاد خليني نفكر انا عاود السؤال دابا اخر اخر مره ما هو الشيء اذا تم غليانه يجمد بحال الزمرد ما مكتبش عليك راه خلاص لا لا ما كتكالش لا ما عندهاش علاقه هذه قال كي اذا تم غليانه يجمد يجمد شنو هي زعما حاجه الا خليناها جمد والله لا راه في راسي بالله العلي العظيم غير قول ما عندي ما نقول راه فراسي مني راه بزاف وهاد خطا اسمح لي صافي قولي يلا الماء ولا الدقيق الماء واش حنا غير كذا طبق بيق هذا ديال الغرفه الطبق بيق قولي البيض والله بحالك لها بيض شوفي دابا انا هاي بلا قدام وعطيني السؤال وخليني نركز طيب والله لحقاش راح ندير سؤال سيرتو سيرتو دابا تحديد الالغاز هذا ماشي تحدي ديال التذوق ولا هذا خصني نفكر شحال نخليك تركز عام عامين عام 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 الفوق زاد سؤال سهل والله الا شفتك غير اسئله سهله قولي لنا يلا قال لك اننا اربعه اخوه لنا راس واحد فمن نحن؟ لا أبشر. لا الدقيق الدقيق شنو هو بعد؟ لا باش ما تشوفينيش هذاك هاي انا نقول تحدي لا انا نصورك شرحنا لك ما قلتلكش بعدا هو شنو هو؟ واه شنو هو؟ اربعة أربعة ديال الرجلين ديال الطابة يا ودي 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 يا ودي
يلا قولي. هذا السؤال خسر التفكير. واخا شحال عندي انا مجاوب ربح شحال تفهم الاسئله؟ يعني من خمس اسئله راني راك جوج. دركي سته. دركي هذا السادس. يلا بسم الله. ما اسم اول عاصمه في تاريخ الدوله الاسلاميه؟ ما اسم اول عاصمه في تاريخ الدوله الاسلاميه؟ المدينه المنوره. دينار اورو دينار دينار هذه جبتها هذه صاروخ هذه فلوس هذه كنت تعيش معاهم ما هو الشيء الذي يمشي ويقف وليس له ارجل شيء الشيء الذي يمشي يمشي ويقف ليس له ارجل وليس له ارجل كيف شيء ما يجعل مساعدة مصدق مساعدة مصدق ايوا الحاجة اللي كتمشاو على رجلين كتوقف ما عندهاش رجلين وكان ثعبان حنا جتا هو كيتمشى ما عندوش رجلين صباح صباح لا شو بنتي يا غادي تفكر يلا علاش هذا حاجه كتمشى ما عندهاش رجلين كتمشى واش كتمشى وكتوقف شنو النوع ديال هذه كتمشى وكتوقف ولكن ما عندهاش رجلين كتمشى وكتوقف ماشي عقل بالساعه عقل الساعة أرزمر مين جاوب ما تزمرش ومنك الدق ما هو التصحيح عليا أنا شيء كلما زاد نقص فما هو؟ سؤال ثاني شيء كلما زاد نقص فما هو؟ أنت ما تعتقد ما تقول ما ترمي لي في الدنيا والو باغي الهلاك هذا السؤال دابا ما هو ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص حاجه كتكون ما زادت كتنقص كلما زاد فاش غادي ينقص كلما زاد نقص هذا عنده علاقه مع ما نعرف مع العمر تاع الانسان ما هو الشيء الذي يوصلك من بيتك إلى عملك دون أن يتحرك؟ هذا هو سؤال ثاني ما هو الشيء الذي يوصلك من بيتك إلى عملك دون أن يتحرك؟ ما هو الشيء الذي يوصلك من دارك؟ وشيء الحاجة اللي توصلك من دارك؟ الخدمة ديالك بلا ما يتحرك شكون اللي ما يتحركش هذا الشيء ماشي لا موطو ماشي لا موطو ماشي لوطو لا 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 ماشي بك اللي حتى الاحتمالات انا نفهم السؤال شنو المعنى ديالو الحاجه بلا ما تحرك عرفتها وما عرفتش بها هاي 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 بلشي شي حالفه فيها هنا الله فارينا غير ولا والله نجبح لك هنايا هاي فارينا يعني دابا حنا 5 4 5 جاوبت عليهم 4 ما جاوبتش عليهم واخا راني مزيان راني في المستوى شوف شوف الجواب ديال هذا هو الطريق الطريق يلا روح اسيدي القبول روح واحد السؤال فهو ثاني نشوفو حلو 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 ما هو الشيء الذي له اسنان ولكنه لا يستطيع ان يعض المشطه يعني راح ناخذ 5 5 4 4 6 6 4 و 6 4 هذا راح تحصل
شي حاجه لا تستفز. للسيران. للسيران. لا جرس. لا ما هو الشيء الذي لا يمشي إلا بالضرب؟ ما هو الشيء الذي لا يمشي إلا بالضرب؟ ما نقولكش. الفريلة تنادي. حصان. حصان تاكل عصا. كاين خوص غير عاود لي السؤال مزيان باش نفهم. ما هو الشيء الذي لا يمشي الا بالدرب؟ ما عرفتهاش. الدقيق. علاش درت كيما المره اللي فاتت انا يعني درت معاها المحاضره. روح على الدنيا هادي حنايا انا نقدر انا التحدي. خليني غير نزير عليك شويه. الحل ديالو نتوما عرفتوه هو الجواب هو المسمار. المسمار في اللوحه ولا في الحيط. قالك هما خوت ولكن ما يقدروش يوقفوا مع بعضياتهم حتى دقيقه. اخوان لا يستطيعون ان الوقوف معا اكثر من دقيقه واحده. اخوان اخوان لا يستطيعون الوقوف معا اكثر من دقيقه واحده. اخوان يستطيعون الوقوف معا اكثر من دقيقه واحده. واحد نعاودوا نفس الجواب عقل الساعه. المهم السؤال 14 والاخير كما هو دار لي 14 سؤال سنة دكتور 14 سؤال. غادي نهضروا على العواصم. عاصمة الهند. عاصمة الهند انا عارفها يا تبدي فيها حرف الباب كاع حرف الباب. ماشي نيودلهي؟ نيودلهي. من كتاب الباب كتستني الفرينة. للأسف كنت باغية ندير له راسو في الدقيق ولكن للأسف ما وعطيهم نقطة عادي دابا ما 15 ما بغاش السؤال. عندنا 4 عندنا 10 عندنا 10 على 14 على 14. ان شاء الله غادي يكون عجبكم هذا الفيديو. الى عجبكم ما تنساوناش بجيم وخليونا تعليق مشجعه. بالنسبه للناس اللي اول مره يزوروا القناه نقول لهم يتابعونا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. الى اللقاء وانتظرونا تحدي جديد. الى اللقاء الى اللقاء.